تعال نشوف كمان ليه الألبان ارتفعت أسعارها تاني بشكل كبير. هيبقى السبب الأعلاف، هنشوف بعد شوية ارتفاع أسعار الأعلاف، بس تعالوا نشوف لماذا ارتفعت أسعار الألبان بشكل كبير. فعلا زيادة في ارتفاع أسعار اللبن؟ أيوة، في ارتفاع في أسعار اللبن، وده يعتبر من جشع التجار. التاجر الكبير بيدي للتاجر اللي أقل منه من التجزئة، فكل واحد بيطلع هامش ربح ليه، فبالتالي إحنا اللي بندفع الثمن المواطن العادي. 12 جنيه دلوقتي ومش اللبن اللي هو تاخديه، و13 جنيه وخش له كمان في 15 جنيه. اللي ب 15 ده جودته بتبقى أحسن من اللي هو ب 10؟ هتبقى لفترة معينة، يعني هنتكلم حالة السوق بتبقى فترة معينة لحد ما يثبت السعر عند 15 ويبقى بنفس جودة اللي هو ب 10. وصل 12 بقاله 3 ايام. التجار بيقولوا سعر العلف هو اللي غالي، عشان كده بيرفعوا سعر اللبن. كلها منظومه ماشيه ورا بعضها كده. في اسعار كل يوم بتغلى، يعني نروح نجيب الحاجه النهارده بجنيه، بكره نلاقيها بخمسه. احنا نزلنا انا ومجموعه من بعض زمايلنا بحكم يعني شغلنا في السوق، ابتدينا ننزل نشوف موضوع اسعار العلف، لقينا سعر العلف النهارده كان ب 750 جنيه ولقيناه بنفس السعر فعلا لغايه دلوقتي. فاتضح لنا ان هي ما فيش اي زياده اسعار، هي عباره عن جشع تجار مش اكتر ولا اقل. اللبن والله احنا كنا بنجيبه من فتره ب 10 جنيه، امبارح اول امبارح نزلت اجيبه ولقيته في السوبر ماركت وصل 12 جنيه. لسه الليله الاسعار زادت، قال لك ما كل حاجه زادت، اشمعنى اللبن يعني اللي زاد؟ يا حضرتك انا كنت اجيب مثلا كيلو للاطفال، بقيت اجيب نص لما غلي، طب لو غلي تاني بقى مش هجيب خالص؟ الاسعار دي بتلاقيها متفاوته ولا موحده؟ لا متفاوته، وبعدين في حاجه قبل ما بدور على التاجر تمام اللي هو بيغلي تمام، فين الرقابه اللي هي بتراقب التاجر ده؟ هو اللبن مشكله دلوقتي اللي كله في سعر طبعا ومش قادرين عليه، واحنا زمان المصطلح كده لازم نشرب لبن يوميا، فطبعا الوضع كده ما عادش ينفع، فعايزين النظره للصناعيه الغلبه. بالنسبه لنا عشان صدري وشغله البوا دي لازم لبن الصبح وبالليل، لو مش كده انا اتاذي صدري يبوظ خالص. بشتغل على اللحام، المفروض اقل حاجه يعني الصبح او اخر النهار كوبايه لبن، عشان طبعا شغل اللحام ده بيطلع دخان على صدري. احنا دلوقتي متواجدين في قريه الرائد، وهي احد المناطق الريفيه في محافظه السويس، وعايزين نسال حضرتك يعني دلوقتي هو في ارتفاع في اسعار اللبن، هل ده له علاقة بسعر العلف؟ طبعا العلف حضرتك زاد، الردة كانت ب 3600 ب 4000، والدشيشة كانت ب 3700 بقت ب 4000. لازم حاجة تلقائي الحاجة تزيد، عدم الأسعار بتزيد لازم المواطن ماشي اللي هو في البيت الست اللي بتحلي بتزيد تزود اللبن. اللبن هنا بتبيعوه بكام؟ وعلى بال ما بيوصل للتاجر بيكون بكام؟ هو البقري بستة والجاموسي بيروح للتاجر بثمانية، لكن اهل اللي هنا الاهل القريه ب10. دي الاسبوع ده مثلا في ارتفاع او حاجه؟ لا هو زي ما هو. سعر كيلو اللبن بكام؟ ب 12 جنيه. طيب عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه سبب الزياده؟ والله هو التاجر بينزل لي لبن غالي، فبالتالي انا ببيعه غالي. طب الجبن كمان عايزين نعرف. بالفعل كل حاجه متعلقه باللبن غليت برضه.